اهلا بيكم يا جماعه. بعد طول انتظار ريفيو جديد، ايه الاجهزه الكهربائيه اللي انا بستخدمها في المطبخ بتاعي؟ هقول لكم كل جهاز انا بستخدمه، اذا كان جهاز كبير قوي من الاساسيات او من الاجهزه اللي ملهاش اي 60 لازمه. زي ما انتم شايفين دي حاجات من بعض الاجهزه الكهربائيه اللي اقدر استغنى عنها، لكن هبدا معاكم في الحاجات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها ولازم كل عريس وعروسه يجيبوها اساسي في المطبخ. البوتاجاز، حاجه لازم العريس والعروسه يفكروا فيها. البوتاجاز ده بتاعي بكل اسف، اسمه ايه؟ تكنو جاز. اسمه تكنو جاز الكبير اللي هو 5 شعلة. الفرن بتاعه فيه مفتاح للشوايه ومفتاح للفرن، دي الميزه الوحيده. انصحكم تجيبوه؟ لا طبعا ما انصحكوش تجيبوه، في حاجات دلوقتي احسن منه، في حاجات دلوقتي احسن منه 100 مره. اهو الاشعال الذاتي بيبوظ اهو يا جماعه، تكنو جاز الاشعال الذاتي بيبوظ. الشوايه بتتحرك بالكهرباء، يعني هو ده. واللمبه دي يا جماعه بتفرقع جوه الفرن، بتفرقع من فوق. شايفين المفاتيح اصلا عمل ايه؟ حصلها باظت. ومهما تنضف فيه النظافه ما بتبانش عليه بكل اسف. اي حاجه تاني بس غير تكنو جاز، يعني اللمبه فرقعت جوه، الاشعال الذاتي بطل يعمل، بطل يشتغل يلقط شرار، يعني المفاتيح باظت. في البوتاجاز الصغير عيبه ان في مفتاح واحد، الشوايه والفرن في مفتاح واحد، فما ينفعش تشغل الاثنين. ده لازم تسيب الباب مفتوح علشان خاطر لو ولد شوايه والفرن مع بعض، مفتاح الشوايه ومفتاح الفرن مع بعض، لازم تسيب الباب مفتوح. لو قفلته الشوايه هتقف، الشوايه اللي فوق في السقف. طيب الازاز ده من كام يوم لقيته وقع، لقيته وقع. ده زي بيكون في مجرى كده، بس الحمد لله وقع ما اتكسرش، دي ميزه. البتاع اللي تحت ده يا جماعه بيتفتح، شايفين بيتفتح. كل لو انت هتشغل كبريت في الفرن تحت، كل ده بيقع فيه تحت، بيقع في الدرج ده، اسمه درج التدفئه. ممكن تدخل تطلع الحاجات من الفرن تدخله في ايه؟ في الدرج ده. ما انصحش حد يجيبه، ده اول حاجه ما انصحش حد يجيبها بصراحه. تاني حاجه الثلاجه. الثلاجه ايه؟ توشيبا انفرتر الجديده، ودي مواصفاتها يا جماعه. الاسود والابيض، احنا جبنا الاسود لقيناه شيك شويه. طيب توشيبا حلوه بس فيها عيب، ضيقه من جوه. ايوه ضيقه من جوه، مش واسعه، مش واسعه. ما انصحكوش تجيبوا توشيبا. طيب التلاجه دي عايشه ولا لا؟ عايشه، بس من اول سنه اشتغلت حصل فيها عطل، وكانت مشكله، واتصلنا بالصيانه وكنا هنرجعها. باختصار المفيد انا هعمل لكم ريفيو عنه واقول لكم ايه العيوب بتاعتها، وانصحكم تشتروها ولا ما تشتروهاش. ما انصحكوش تشتروها. عامه لو تكنولوجيا جديده يا جماعه نازله جمهوريه مصر العربيه ما تشتروهاش لحد بعد 5 6 سنين، تشوفوا ايه عيوبها وعرفوا ياخدوا على العيوب وعرفوا يظبطوا نفسهم من العيب كذا نصلحه بكذا، العيب كذا نصلحه بكذا. اي تكنولوجيا جديده ما تجيبوهاش يا جماعه، تستنوا عليها 5 6 سنين علشان يكونوا الشركه نفسهم فهموا لها، لان دي كانت تكنولوجيا جديده وجبناها وما كانش لسه اعلنوا عنها، واعلنوا عنها بعديها بكذا شهر واشتغلت من اول سنه باظت. يا جماعه 5 6 انفار من بتوع الصيانه يخشوا علينا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين حاجه. وبعد لما يغيروا لنا الظهر بتاع الفريزر ويغيروا لنا المروحه بتاعه الفريزر، يعني بكل اسف مش الاصليين، خدوا الاصليين وغيروها لنا. توشيبا تجيبوها؟ ما انصحكوش تجيبوها، هي توشيبا حلوه وشركه العربي شركه محترمه، لكن زي ما بيقولوا يا بختك يا بخيت، انت وحظك في الاجهزه الكهربائيه. ممكن 10 يكونوا كويسين وواحده في النص هي اللي تكون بايظه، اهي الواحده دي طلعت بتاعتي بكل اسف. وبصوا كمان اوريكم حاجه في الثلاجه من تحت، شايفين؟ كل صيف يا جماعه لازم العلامه دي تكون موجوده، ينوروا لوحدهم، ادوس عليها تطفي، اهو ادوس عليها كده، استنوا شويه هتلاقوها ولعت تاني اهو. ما
محدش يقول لي سيبي مسافة كويسة ما بينهم. اهو شايفين يا جماعة، ولا ده كل صيف كل صيف يعلم ربنا ورب. بس بلاش توشيبا وبلاش تكنو جاز. طيب تالت جهاز معانا اللي لازم نجيبه الفلتر. الفلتر لا يقل أهمية عن التلاجة والبوتاجاز. ايوه يا جماعه الفلتر حاجه مهمه، الميه اللي احنا بنشربها دي حاجه مهمه يا جماعه. ده فلتر 5 مراحل، حاجه مهمه يا جماعه ان احنا نشرب ميه نظيفه، ميه صحيه، ميه كويسه. بنغير 3 شمعات دول كل 3 شهور، وفي منهم شمعه بتتغير كل، ادي الشمعه اللي جوه اهي، هم شمعتين شمعتين، واحده بتتغير كل سنه وواحده بتتغير كل سنتين، حاجه زي كده. لا يقل أهمية يا جماعة عن التلاجة والبوتاجاز عشان تشربوا مية نظيفة علشان صحتكم. وده الخزان اللي بيتملي فيه، ودي الحنفية، دي الحنفية، وطالع من هنا شايفين، دي تبعه اهو شايفين ده، ومن تحت هنا برضو عاملين شايفين خرم ده من تحت اهو طالع، ودي الكهرباء بتاعته لازم تكون شغالة، وده المحبس بتاعه. تمام، لازم نجيبه الميكرويف. مهم، بنسبة كام؟ بنسبة 70%، يعني اكتر من النص. احنا زمان في بيت اهالينا ما كناش بنجيبه، كنا عايشين من غيره، بس هو دلوقتي بقى مهم قوي. ده الجي مهم، مهم، سهل، وحلو وكويس. يا جماعة ده شكله من جوه، ده 40 لتر، وادي انا اسفه ان انا ماسكه التليفون وبايد واحده بعمل لكم على السريع، انا واقفه سريع، في ان احنا نعيد تسخين الاكل، في ان احنا نجفف الخضره، في ان احنا بنعمل حاجات كتيره بيه. مهم مهم بنسبه 70%، لدرجة ان القهوة والشاي بقوا يتعملوا فيه دلوقتي، والنسكافيه وكده، حط مية على الحاجات اللي انت عايزها والسكر وخليها تغلي، خلاص كده استوت. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل مكرونة وبشاميل وكوكيز وبيتزا وبيض مهم ممكن الاستغناء عنه، ممكن الاستغناء عنه. طب هو للفرن الكهرباء؟ لا، الميكرويف. الفرن الكهرباء زيه زي فرن الفرن بتاع البوتاجاز بالظبط، مفيش اي جديد. فرن الكهرباء زي فرن البوتاجاز. طب ما انتوا عندكم فرن البوتاجاز وكمان بشوايه، يبقى ليه هتجيبوا فرن كهرباء؟ يبقى فرن كهرباء ولا الميكرويف؟ لا، الميكرويف. الميكرويف دلوقتي بقى ممكن ب 900 جنيه يجيبوا مايكرويف، ب 800 جنيه يجيبوا مايكرويف، ب 1000 جنيه تجيبوا مايكرويف. ده انا جبته في 2016، في الصيف بتاع 2016. زيه زي البوتاجاز، زيه زي الثلاجه، زيه زي الفلتر. الفلتر في ناس ممكن تعيش من غيره، ممكن تغلي ميه وتسيبها تبرد وبعد كده تحطها في التلاجة ويبقى كده مية مغلية معقمة نظيفة، او بقى مية معدنية، او ديسبنسر بمية برضو معدنية، بس ده هيكون بالكهرباء، ده برضو بالكهرباء اللي هو الفلتر. يعني البوتاجاز، التلاجة، الخلاط. ده ايه يا جماعة؟ ده مونوليكس، مونوليكس فرنساوي الاصلي، منصحكوش تجيبوه، مش حلو. براون وكين وود احسن منه، واللي احسن منهم كلهم كلهم بلاك اند ديكر. بلاك اند ديكر، بلاك اند ديكر شعبي جدا فين؟ في امريكا. بلاك اند ديكر مشهور ومرطرط في امريكا. في هنا بلاك اند ديكر حاجه محترمه جدا، زيه زي احسن كمان من الكين وود ومن البراون. مهم جدا ان احنا نجيب الخلاط. دلوقتي في خلاطات ب 500 جنيه وب 600 جنيه، لكن هاتوا حاجه تعيش، هاتوا حاجه غاليه مره واحده علشان تحكوا تجيبوه. لا ما انصحكوش، وقع اتكسر، شايفين؟ دي اتكسرت، دي كان هنا في حته قبه اتكسرت، هنا كان في ميكس بلندر تقريبا، هنا ميدن فرانس، وهنا بالمحفور، وهنا حسيت ان في حاجات احسن من كده.